هنعمل دلوقتي وصفة الفايش، كذا حد طلبها مني. وصفة الفايش بتحتاج 3 مراحل، انا عاملة ال3 مراحل طبعا. المرحلة الاولى بس اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، المرحلتين التانيين هوريكم هنعمل فيها ايه. طيب، هو مقاديره سهلة وبسيطة جدا، بالعكس هي تقريبا مقاديره موجودة عندنا في كل في اي مطبخ. يعني عندنا دي وكركم وخميرة وسكر وملح، بس دي المقادير، لبن وشوية لبن للعجن وسمنة بلدي. طيب، هو بس عايز ان احنا، يعني انا شخصيا ما اقدرش اعمله من غير عجانة، انا بقول لكم الصراحة. يعني هو الموضوع عايز ايد قوية شوية، فهو صعب شوية من غير عجانة. طيب، المقادير هتنزل عندكم بالظبط عشان بس ايه لما تيجوا تعملوها تبقى مظبوطة. هنحط الدقيق كده اهو. اهي المقادير نزلت عندكم اهو، عاملينه بكيلو دقيق. ممكن نبتدي بنص كيلو طبعا. هبتدي اشغله بس كده ايه، حبه حبه. وانا بقلب الدقيق هحط السكر، الملح، الخميره، الكركم ده اللي بيدينا اللون الحلو بتاع الفايش. هبتدي احط السمنه البلدي، اهي. ممكن نسيحها على فكره، بس انا حابه احطها كده عشان العجينه ايه ما تبقاش سايحه قوي. اوكي، هبتدي بقى احط اللبن شويه بشويه. عايز شويه لبن تانيين. بصوا طالما لمت معانا تبقى العجينه كده تمام. خلاص اهي، شايفين؟ بصوا عامله ازاي اهي. خلاص، طيب اكمل عجن كده. خلاص، هي كده العجينه بقت جاهزه. هوريكم بس مرحله قبل المرحله الثانيه. هنحطها، هو احنا بنعجنه كويس ونحطه في قالب في الفرن. خلاص، وبعد لما نحطه في القالب، بعد لما بنحطه في القالب بيطلع من الفرن طري. ماشي، بيطلع هو اصلا طري كده زي ما انتم شايفين. خلاص اهي، بعد لما بيطلع طري بنبتدي نقطعه شرايح انا الفايش ده من الحاجات على فكره اللي بحبها قوي، واحطه كده عشان ينشف. بنحطه في الفرن من 5 ل7 دقايق بالكتير. خلاص اهو كده، شايفين؟ طيب، ممكن نقطع واحده كمان ونحطها هنا وندخلها الفرن مع الجبنه البيضة بقى، بالذات الجبنه البيضاء الاسطنبولي الحادقه، بيبقى حلو جدا اهو زي ما هو كده. هندخله الفرن. ماشي اهو، ده القالب اهي، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 وبسيبها بقى تنفش. هدخلها الفرن يمكن ايه تلحق تستوي قبل ما نطلع فاصل.